من 800 جنيه ل 2350 جنيه. ايه السقط يا بيه؟ عباره عن زور فشه معدل 3 كيلو ونص او 4 كيلو، تمام؟ اربع كوارع لو جابوا 400 جنيه يبقى حلو قوي. طاقه المنبار معدل 3 كيلو ونص برضه. لو قلنا هنا الكارع ب 100 والفشه ب 100 والمنبار ب 100. فرد الطحال، فرد الطحال بتتباع بكام؟ ب 100 جنيه. كرش، كرش في معدل 8 كيلو او 7 كيلو زي ما انتم شايفين اهو. رقم خمسه معانا، الكيلو فيها بكام؟ 50 جنيه. وادي الراس يا غالي في معدل 9 كيلو، كيلو اللحمه فيها ب 140 جنيه واللسان ب 150 جنيه اللسان. لما كان ب 800 جنيه كنا بنبيع طحال ب 50 جنيه، كنا بنبيع ممبار ب 50 جنيه، كنا بنبيع فشه ب 50 جنيه، وكان ب 45 جنيه كمان، وب 40 جنيه كنا بنبيع الثلاث حاجات دول، وكنا بنكسب فيه. كنا بنبيع كرشه ب 15 جنيه وب 20 جنيه، وكنا بنبيع كوارع ب 70 جنيه وب 60 وب 50، وكنا بنلاقي مكسب كتير يا بني ادمين. دلوقتي ربنا المعين، الحاجه غاليه وفي الاخر ما بينبناش الا غسل المواعين. ست حاجات، شيل ام الشلاتين وشيل الاباوه وشيل الفم وشيل المخ وشيل الدهن وشيل الدواغيه وشيل الطرب والعكوايه واللحم والكبده والكلاوي والقلب طبعا في سكه ثانيه. ده يا جدعان جشع تجار، ليه بقى؟ لانهم بيفنطوها، بيبيعوا ده لوحده وده لوحده وده لوحده، فنشفوها، تمام؟ خلص الكلام. شغلوا دماغهم يا عم حسام. بتشخ في المكان اللي هتشرب فيه، عاملة زي الصحاب الخاينة. مش هتاخدي غطس انت ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتذكر ولا نتاية؟ نتاية نتاية وقافلة، ولدت لما قالت يا بسمة. يا محلى الطبيعة، خدي غطس. طيب ايوه قوم هو ده. ادي بقى ادي يا امي. ايوه عملت موجة. الواحد يطلع بالجنيه، الواحد يطلع بالجنيه يا اما هنتقلب. يلا يا عورة، يلا يلا يا عورة. ايه ده عورة؟ دي عورة ولا اسمها؟ ولا هي اسمها؟ بتدلعها؟ ودي ستوت. دي ست ان شاء الله. تبعك ستوتة برضه دي؟ طب ناخدها واحنا ماشيين. ده لو عرفنا ناخدها. ده عايز يوديني بنت. يلا يا استاذ هتك. الله 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 الله. امسك يا استاذ هتك، عايز اكسر بك. مش عايزين منك حاجه ستوته. خلاص يا ستوته انزلي تاني. عمركم شفتوا حمار بيرضع؟